الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والقائل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور رنا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الفيديو الرابع من سلسلة سؤال وجواب في تربية الأرانب. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن السلسلة ديت هدفها إن بيبقى موجود بعض أو تطرح بعض الأسئلة في القناة، وبحس ان هي مهمه، فبضطر ان انا ايه اعمل لها فيديو عشان الناس كلها تستفاد. اتمنى فيها ان هي تفيدكم. لكن قبل ما نبدا ما تنسوش الصلاه على رسول الله والاشتراك في القناه واللايك والشير، وتابعونا بعد الفاصل. الله وملائكته يصلون على النبي، يا اهلا بيكم من جديد. السؤال الاول بيقول عند عمر كام شهر ابدا اجهز بيوت الارانب. يعني اللي فهمت من السؤال ان الاستاذ اللي ساله عنده ارانب فبس لسه ما عملهاش بيوت، فعند عمر كام شهر يبدا يعمل لها البيوت؟ شوف حضرتك، اولا الموضوع ده بيفرق من نوعين من التربيه. تربيه في بطاريات بتبدا تحط بيت الولاده قبل ميعاد الولاده باسبوع، تمام كده. انما في التربيه على الارض وانت بتحضر المكان لتربية الأرانب بتبني بيوت الأرانب. يعني ايه؟ يعني أول ما تبدأ تفكر في تربية الأرانب طبعا بتبدأ تحضر المكان، وانت بتحضر المكان وقبل ما تجيب الأرانب حضر بيوت الأرانب وابني بيوت الأرانب زي ما احنا قلنا لكم في الفيديو اللي قبل كده. ليه بقى كده؟ لأن الأرانب أصلا من الحيوانات اللي بتحب دايما تستخبى، أو بتفتكر مثلا إن البيوت دي زي الإخنان كده، فبتخش تستخبى فيها وتخش تقعد فيها. فيعني الأفضل إنك تبنيها وقت ما بتحضر المكان، تمام كده. كده أول سؤال. طيب السؤال التاني، ينفع ربي أرانب الأرنب الفرنساوي على الأرض؟ حضرتك، هو الأرانب كلها فرنساوي بلدي نيوزيلندي، يعني بلدي او هجين او سلالات، الارانب كلها ينفع تربى على الارض، لان اصلا الارانب مكانها تربيه الارضي. لكن طبعا مع تطور موضوع البطاريات ده حصل، فربي يعني هي الفكره كلها في التربيه الارضي عشان تحافظ مثلا على الارنب الفرنساوي او البلدي او اي نوع تاني. هي زي ما قلنا قبل كده، نظافه، تهويه جيده، اضاءه، وتفضل ربي اي سلاله تجيبها ان شاء الله حتى تجيب ايه. فما ت... يعني ما تقلقش من الموضوع ده خالص. السؤال اللي بعد كده، اشتريت مجموعة من الأرانب بس على طول بيجي لهم انتفاخ. يعني دايما الإجابة الغالبة في الموضوع ده، أو الإجابة اللي أظن اللي هي الصح في الموضوع ده، هو الانتفاخ ليه أسباب كتير. لكن الإجابة اللي تخص السؤال ده بالذات هي من تغيير الأكل، أو تغيير الأكل المفاجئ زي ما بيقولوا. حضرتك أنت لما المفروض لما تشتري أرانب من بره وتيجي تحطها عندك في المكان كده، أنت في حاجة من الاتنين، يا إما غيرت لهم أكل غير الأكل اللي صاحبهم كان بيأكلهم، فبالتالي الموضوع ده بيعمل عندهم انتفاخ. فالمفروض تعمل إيه بقى؟ عشان تقضي على الانتفاخ ده الأول، المفروض تخف الأكل شوية، تمام كده، وتبدأ تضيف ينسون، مغلي ينسون أو الكركديه أو الكراوية في المية، وتبدأ عشان نبدأ نخف الأول إيه موضوع الانتفاخ ده، تمام؟ وبعدين تبدأ تحط لهم نوعية الأكل اللي أنت هتحطه، بس بالتدريج بقى، خفيف خفيف كده. يعني مثلا لو انت بتحط مثلا في اليوم كله 250 جرام، خليهم بس 150 جرام او 200 جرام، او بعدها بشويه زود، فاهمني؟ يعني كل يوم زود لحد ايه ما الارانب تبدا معدته تاخد على الاكل الجديد، وبعدين ابدا حط زي ما انت عايز. خد بالك، هي اسباب الانتفاخ كتير، لكن سؤالك ان انت بتقول من ساعه ما اشتريتهم هما بيجوا لهم انتفاخ، فهو ده تقريبا افضل اجابه واصح اجابه لسؤالك، تمام كده. تمام. عندي ذكر 2.5 كيلو ونتايه تقريبا برضه نفس الوزن، محمره، ينفع تلقح دلوقتي تتلقح ولا لا؟ واسيبهم مع بعض على الارض ولا لا؟ شوف حضرتك، هو وزن 2.5 كيلو ده يعني تقريبا كويس. هو عامه بدايه التلقيح بتبدا من سن 4 شهور، وما دام حضرتك بتربي ارضي فما تقلقش، هو ان شاء الله اول ما الذكر يكون مهيئ او يكون وصل سن التلقيح هيلقح على طول، فما تقلقش منه يعني. وبالنسبه انك تسيبهم مع بعض على الارض، هي التربيه الارض اصلا ميزه من مميزاتها ان انت تسيب الذكر مع النتايه، فما تشغلش بالك، هم هيتصرفوا مع بعض. طيب بعد كده، اجيب منين الجير المطفي؟ طبعا انتوا عارفين الجير المطفي ده اللي احنا بنرشه على الارض بعد التنظيف على طول.
حضرتك الجير المطفي دوت بيجي من اي جباسة؟ الجباسة دي اللي هي بيبيعوا للناس اللي بيبيعوا الاسمنت ومون البناء اللي هو زي الاسمنت والرمل والحاجات دي، عندهم الجير ده ان شاء الله. عندي ارنبة مليان، اسيب الدكر معاها ولا اعزله؟ هي اظن مليانة معناها ان هي عشر، ما تشغلش بالك، هو تربية الارض ما تشغلش بالك، هو الارنب طول ما هو عارف ان الارنبة عشر ما بيقربش منها، فسيبهم عادي مع بعض ما تشغلش بالك بيه. طيب في واحد تاني بيقول ينفع انضف مكان الارانب واعقمه بالنار؟ اظن ده بيبقى تقريبا في التربيه في البطاريات. ينفع عادي مش مشكله، بالعكس ده انت يعني بس يعني مش على طول، يعني انت دايما يعمل الكلام ده لما يكون مثلا لا قدر الله عندك جرب ولا حاجه او عندك مرض او عندك فيروس في المكان، فانت ايه اعمل عقم ونضف بالنار. وهو في ناس طبعا بتقول لك عادي تنضف بالنار عادي والارانب موجوده، بس يعني انا بقول لك يعني لو هتنضف بالنار حاول تبعد الارانب عن المكان اللي هتنضف بيه بالنار، بالعكس هو خد بالك ان التنظيف بالنار او التعقيم بالنار ده مفيد جدا وبيقضي على اي نوع بكتيريا، يعني عشان بس يعني عادي يعني نضف عادي ما تقلقش. طيب السؤال بعد كده، عندي مكان من غير سقف ينفع اربي فيه؟ مكان من غير سقف معنى كده ان انت عرضة للحيوانات والفئران، ودي حيوانات وديت للقطط والفئران، طبعا عارفين القطط والفئران دول اعداء الارانب، يعني انت الارنبه تولد من هنا تاكل من عيالها من هنا، يعني هو مفيش خوف ان شاء الله على الارانب الكبيره، لكن الارانب اللي ولدت الصغيره هتبقى حرام، لكن ممكن تبني جوه الاوضه دي عشش مثلا او تحط فيها اي حاجه محميه، من لان من اهم شروط المكان اللي هتربي فيه انه يكون متامن من الحيوانات والفلان والحاجات اللي ممكن تاذي الارانب. طيب في برضك سؤال تاني بيقول ينفع ربي الارانب في عشه الحمام؟ والله بص هو مفيش مشكله، لكن الموضوع ده هيحتاج منك نظافه باستمرار، لان الارانب اصلا من انواع اللي بتحب دايما النظافه، فمش يعني لو هتقدر تنظف باستمرار في المكان ربي مفيش مشكله. ده كده سؤال برضك عن تربيه الارانب مع الحمام. في برضك سؤال تاني بيقول ان الارانب بتاكل شعر بعض، ايه السبب؟ شوف هو عاده بيبقى السبب في الموضوع دوت نقص الاملاح والبروتينات والالياف عند الأرانب، وده بيبقى سببه إن سوء التغذية، وده عادة بيبقى سبب أكبر من إيه يعني سوء العلف اللي أنت بتجيبه، يعني الأفضل ليك إنك تغير نوع العلف دوت. هو بص هو في حاجتين، الأول من شد شعر الأرانب، لأن هي بتشد شعرها وبتعمل عش، وبالتالي عشان أنت حضرتك بتقول برضه إنها ما بتولدش، فده عادة بيبقى ممكن يكون حمل كاذب، فده يعني ليه وضع لوحده. أو لو بتشد شعرها وشعر بقى الارانب اللي حواليها، فده عاده بيبقى نقص في الاملاح والالياف والبروتينات في الغذاء اللي انت بتقدمه للارانب، فافضل حل للموضوع ده انك تغير العلف اللي بتاكله الارانب. وانا بقول لك اهوت، وشكل كمان من انواع التانية، يعني ما يعني دي في البرسيم ودي في العيش ودي في الجزر والبطاطا، حاول تشكل في اكل الارانب بحيث ان الارانب ما يبقاش ناقص اي حاجه، عشان حتى لا قدر الله انت حتى لو انت جايب علف ناقص بروتينات او ناقص اي نوع من انواع الفيتامينات بتاعت الارانب، ممكن الحاجات دي تعوضه بيها. ولو واذا كنت اول مره تاكل الحاجات دي اللي هو الجزر والبطاطا والبرسيم، كانت تقول اكل بالتدريج، ما تجيبش الكميات وترميها للارانب تقول ايه ده الراجل بيقول اكل الحاجات دي، لا اكل بالتدريج لحد ما الارنب او معده الارنب تاخد على الاكل ده. ولو جبت اي نوع خضار برسيم او اي نوع حاجه تانية لازم يكون معدي عليه يوم ولا يومين من وقت ما جبته، عشان ما يعملش انتفاخ للارانب. دي كده مجموعه من الاسئله اللي جت على القناه، في طبعا اسئله كتير بس عشان ما اطولش الفيديو ان شاء الله كل يومين ثلاثه كده هجمع الاسئله وهعمل لكم بقى فيديو وهنشره ان شاء الله على القناه. خدوا بالكم انا بجاوب على الاسئله ديت للناس اللي سالت، لكن لان الاسئله مهمه فانا برضك بعمل لها فيديو عشان يعني بيبقى فيه استفاضه شويه في الاجابه على السؤال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير، وشكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.